أمام الوضع الإنساني المتدهور والتقارير الميدانية التي تتحدث عن فظائع يتم ارتكابها في السودان، استعاد المجتمع الدولي أحداث جرائم الحرب التي تم ارتكابها في إقليم دارفور غربي البلاد قبل سنوات. وهو ما استدعى توحيد الجهود الدولية عبر منبر مجلس الأمن لمناشدة طرفي النزاع في البلاد لوقف الانتهاكات، لا سيما تلك المتعلقة بالنساء، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية. بل أن منظمة أطباء بلا حدود هي الأخرى دخلت على خط المناشدات لمنح عاملين فيها تأشيرات تمكنهم من تقديم المساعدات الطبية. نحن نسأل، هل تلقى هذه المناشدات أذانا صاغية؟ هل سيتم فتح طرق آمنة لدخول المنظمات الإنسانية والمواد الإغاثية؟ هل يمكن أن يتسع ملف قضية جرائم الانتهاكات في دارفور المنظور أمام الجنائية الدولية ليضم الفظائع الجديدة؟ حديث عن فظائع وانتهاكات جسيمة ومطالبات بوضع حد لأعمال العنف إنقاذاً للأرواح، مطالبات دولية اختلف الداعون لها، بينما توحد مضمونها أمام التقارير التي تتحدث عن الأوضاع الإنسانية في السودان التي اختارت لها الأمم المتحدة توصيف الكارثي تعبيرا عن مدى خطورة الوضع على الأرض، ولا سيما وأنها موثقة بشهادات فارين من المعارك. قالت مسؤولة أممية إنهم سردوا فظائع تعرضوا لها بداية من العنف الجنسي وانتهاء بإزهاق الأرواح. إن الاختطاف الممنهج والقتل الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخرطوم ودارفور تتزايد وتيرته، لذا فإن طرفا النزاع عليهما أن يلتزما بإنهاء هذه الانتهاكات. إن هذه الأعمال العدائية ينبغي أن تنتهي، ولا سيما العنف الجنسي. التقارير الميدانية التي تتهم قوات الدعم بارتكاب فظائع في إقليم دارفور نددت بها الولايات المتحدة وبشدة، مشيرة إلى أن ما يحدث اليوم يعيد للذاكرة الدولية الفظائع التي شهدها الإقليم الواقع غربي السودان قبل سنوات. العنف أدى إلى معاناة لا يمكن تخيلها، وأصبح الوضع صعباً وجعل من الخرطوم جحيماً لا يطاق. الملايين نزحوا والمدنيون يقتلون في الشوارع، النساء اغتصبوا والقتال منع إيصال الغذاء والماء والدواء للمحتاجين. هناك تقارير تتحدث عن ارتكاب قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها فظائع، هذا عدا عن حرق المنازل والقرى ونهبها والقتل على أساس عرقي. الأوضاع الإنسانية في السودان تزداد سوءاً بتوقف أكثر من 80% من المستشفيات عن العمل، فالنقص الفادح في المواد والمستلزمات الطبية يرافقه غياب الطاقم الطبي، ما دعا منظمة أطباء بلا حدود إلى مناشدة السلطات السودانية لمنح تأشيرات لأجانب عاملين فيها ليتمكنوا من تقديم الدعم للمستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل. منظمة الصحة العالمية وإزاء تدهور الوضع الصحي في البلاد ناشدت طرفي النزاع للسماح بإدخال المواد الطبية، محذرة من أن انعدام الأمن ومحدودية الوصول إلى الأدوية والإمدادات الطبية وانقطاع الكهرباء والمياه يشكلون تحديا لتقديم الرعاية الصحية في الولايات المتأثرة بشكل مباشر بالنزاع، فيما دقت مفوضية الأمم المتحدة شؤون اللاجئين ناقوس الخطر مجددا جراء ارتفاع أعداد النازحين واللاجئين الذين قالت إن أعدادهم تجاوزت 4 ملايين يعيشون على الحدود أوضاعا غاية في الصعوبة. مشاهدينا، أناقش هذا الملف مع ضيفي من بورت سودان ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتور نعمة سعيد، ومن بورت سودان أيضا الصحفي والناشط المدني عوض الباري محمد طه. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. دكتور نعمة سعيد، أبدأ معك. تحذير جديد من المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأن الوضع الصحي المتدهور في السودان. بطبيعة الحال هذا ليس هو التحذير الأول من نوعه، لكن ما الذي استجد حتى يتم إصدار مثل هذا التقرير؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. حقيقة الوضع الصحي في السودان لا يمكن عزله عن الوضع العام، عن الوضع
الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي أيضا، والوضع السياسي، ومثل ما ذكرت حضراتكم بالتقرير الوضع متدهور، وكلما تدهورت الخدمات الأساسية نتيجة لكل هذه اللي حاصل، والآن وبتقادم الوقت كل هذا ينعكس سلبا على صحة المواطنين، وينعكس ويكون عبء أكبر على النظام الصحي، إضافة إلى أنه إحنا نعرف أنه فيه انعدام للأمن الغذائي. والحقيقة وجود أمراض انتقالية مثل الحصبة مع وجود نسبة عالية من سوء التغذية الحال، هذا يشكل يعني خطورة كبيرة جدا على الأطفال المصابين بالحصبة، وأيضا مصابين بسوء التغذية الحال. الوضع الصحي الآن يعني من بدأ بالسودان، بدأت من يوم 15/4، كانت بالبداية أغلب الإصابات هي إصابات الحرب بس، لكن مع الوقت الأمور اللي تهدد الصحة أكثر هي الأوبئة، والآن إحنا الأوبئة سواء اللي ناتجة عن الأمراض المستهدفة بالتحصين مثل الحصبة، الحصبة سجلت في أكثر من 8 ولايات، بس أكثر ولايتين تأثرت بوباء الحصبة هم النيل الأزرق والنيل الأبيض، وحصلت معها وفيات، والسبب أن الوفيات تكون عالية خصوصا إذا عندك سوء تغذية. فهي الحقيقة الصحة مترابطة مع صحيح دكتور، مع مثل ما اشرت حضرتك انه ترابط هذه الملفات مع بعض، ولكن منذ اندلاع هذه الأزمة والمواجهات وحتى هذه اللحظة، إلى أي مدى تدهور الوضع الصحي؟ قلت حضرتك هناك كانت حالات لإصابات، لقتل نتيجة طبعا إطلاق النار بين الجانبين. اليوم نتحدث عن حالات صحية، عن حالات طبية تم تشخيصها، ربما كانت قد اختفت في السودان ولكنها عادت مؤخرا. إلى أي مدى أيضا هذا الموضوع ملح وتدهور كثيرا مؤخرا في الأيام الأخيرة في السودان؟ الموضوع ملح جدا، لانه تعرف في الولايات اللي متاثره مباشره بالحرب تقريبا برنامج التطعيم توقف الى حد كبير، حتى في الولايات الاخرى برنامج التطعيم في السودان يعتمد على اكثر على الفرق الراجله او الفرق اللي تستعمل عربات، والان مع أسعار الوقود، مع عدم توفر الوقود، حتى هذه الفعاليات تأثرت. فمن تخفض عندك التغطية بالتطعيمات يصبحون الأطفال معرضين للإصابة بهذه الأمراض، إضافة إلى أن تدهور سلامة الماء والإصحاح البيئي، هذا كله يؤدي إلى الأمراض المنقولة عن طريق الماء، عن طريق الغذاء، راح تنتشر أيضا. طيب، موضوع مهم جدا هو الأدوية والإمدادات الطبية. هذا الموضوع مهم جدا، لأنه 3 4 شهور الآن في الحرب هذه، حتى الأدوية اللي طبعا هنالك جهود كبيرة وجبارة بذلت، ولكن هذه الأدوية أيضا تستهلك. والمسألة الكبيرة والخطرة هي الإيصال الأدوية، إيصال الأدوية إلى المؤسسات الصحية. صحيح هي دكتور، ليس فقط هذا بالفعل مثل ما ذكرت حضرتك موضوع ملح وخطير جدا، سنأتي إليه لاحقا، مسألة هذه الإمدادات الطبية كيف يتم التعامل معها، ما هي السبل أيضا لضمان إيصال هذه المساعدات. اسمح لي أن أرحب بضيفي مرة أخرى أيضا من بورت سودان، الناشط والصحفي عوض الباري محمد طه. سيد محمد طه، الآن حينما نتحدث عن حالات موجودة على الأرض قد تأثرت بشكل كبير، بحسب مشاهداتك وأنت ناشط وصحفي، ما الذي رأيته، ما الذي شخصته خلال هذه الفترة من حالات إنسانية أدت إلى أن تطلق الأمم المتحدة هذا التحذير، وكما قلت ليس التحذير الأول، لتدهور الوضع الإنساني والصحي في السودان؟ نعم، مرحبا بكم أهلا بك. ومرحبا بالمشاهدين الأكارم، ومرحبا بضيفك الكريم. نعم، إذا عدنا إلى الوراء قليلا، قبل انطلاق هذه الحرب العبثية، أصلا الأوضاع في السودان كانت تعاني من نقص كبير جدا في النواحي الإنسانية،
كانت هنالك تقارير تتحدث عن تراجع كبير جدا في مسألة التعليم، في مسألة توفر الغذاء، في نقص الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين. إذا ما قرأنا هذه الأوضاع بالنظر إلى الخلف قليلا مع الحرب العبثية التي انطلقت منذ منتصف أبريل الماضي، في ظل غياب دور الإسناد المدني للدولة منذ انقلاب 25 أكتوبر وتراجع دور الدولة المدنية التي تعمل بهياكل منغوصة منذ الانقلاب، هذه الأوضاع مع الحرب أدت إلى تراجع مخيف وبدرجات سريعة جدا في النواحي الإنسانية. عندما انطلقت هذه الحرب وبعد توقيع إعلان جدة، نعم إعلان هو إعلان وليس اتفاق، هذا الإعلان في مضامينه ونصوصه يتعلق إلى حد كبير بإيصال المساعدات الإنسانية ولم يحترمه الطرفان. ظلت الحرب تدور والطرفان لا يستمعان إلا إلى قعقعة السلاح التي تتعالى ورقعة الحرب التي طيب تتوسع. طيب سيد محمد طه، يعني سريعا، يعني العوائل في ظل هذا الواقع الأمني السيء والمتدهور جدا والذي كلنا نعرفه ونتابعه لحظة بلحظة في السودان، كيف تتعامل العوائل المحتاجون إلى الأدوية، إلى الدواء، إلى الغذاء؟ كيف يتم إيصال هذه المواد إليهم؟ ما هي الطرق التي يسلكونها كي يحصلوا على الجزء اليسير ربما من احتياجاتهم الأساسية؟ يا سيدي، هذه العوائل تعاني أيما معاناة، بالذات أصحاب الأمراض المزمنة من الذين يتعاطون أدوية السكر المستمر، المصابون بأمراض الكلى والذين خضعوا لعمليات تغيير كلى، كل هؤلاء يعانون مر المعاناة مع تناقص أو دعنا فنقول انعدام في الأدوية المنقذة للحياة. مرضى الكلى في مدينة الجنينة جميعهم توفوا، كثير جدا من مرضى الكلى يعانون أيما معاناة. لجنة أطباء السودان المركزية أطلقت عدد من النداءات المتكررة، ها أنت تسمع الصوت الإقليمي والدولي في مسألة المعاناة الإنسانية، والطرفان مشغولان بالمعركة على الأرض والإصرار على حسمها عسكريا، وتفاقم المعارك بالطبع يتناسب طرديا مع الوضع الإنساني الذي يتدهور كله يوم. هذه المناشدات لا يسمعها الطرفان ولا يستجيبان لها، وتتوسع المعارك ويتفاقم معها الوضع الإنساني على الأرض. هنالك تقارير تتحدث عن أمراض ظهرت وسط الأطفال في معبر أرجين، أيضا أو وسط الفارين جنوبا في معبر جودة. هنالك تقارير على الحدود بين السودان وجنوب السودان من الذين فروا إلى دولة تشاد المجاورة يعانون أوضاع إنسانية حرجة جدا. حتى الذين نزحوا في الداخل إلى الولايات القريبة بحثا عن وضع آمن. الآن أنا في مدينة بورسودان، هنالك ضغط كبير جدا على الخدمات الصحية في المدينة بسبب النازحين من الخرطوم والذين يعيشون في شرق السودان في مدينة بالفعل. هذه هي التقارير التي تتحدث عن هذه المعاناة، سواء كانوا في الداخل أو أولئك الذين نزحوا. اسمح لي أن أعود للدكتور نعمة سعيد. دكتور نعمة، القلق الآن ليس فقط من عملية إيصال المساعدات الطبية، القلق أيضا من تمويل هذه المساعدات. هناك نقص بالتمويل، هناك يعني كان رقما مطروحا للمساعدة المحجوزة إلى السودان إن صح التعبير، ولكن لم يتم منح الكفاية المالية لهذه المساعدات. بالتالي الآن كيف يمكن لكم العمل داخل أرض يعني تواجه كل هذه الصعوبات الأمنية؟ تماما، يعني أنا أتفق أيضا مع الأخ الضيف.
انه الوضع يتدهور، والمناشد منظمه الصحه العالميه 140 مليون دولار للصحه، 110 مليون دولار منها للسودان، و30 مليون دولار للدول اللي مستضيفه للاجئين السودانيين. للاسف الشديد اقل من 15% من هذه المبلغ تم تامينه، فهو فعلا في مشكله في التمويل. لكن الاهم من هذا مثل ما ذكر الاخ انه الوصول لهذه الخدمات، حتى الخدمات الموجوده حاليا كيف نوصل بها؟ انت توصل الامداد، ممكن توصل الامداد الدوائي الى المستشفيات، ووصلنا يعني بالخرطوم، وصلنا بالابيض قبل كم يوم. الان اليوم بالتحديد قدرنا نجيب 6000 تقريبا، ما يكفي ل 6000 لغسيل الكلى، و12000 راح تجي قريبا ايضا من نفس المجهز. لكن هذا، هل هذا يكفي للمواطنين وللحاجه؟ الحوجه اكبر بكثير من اللي يقدم حاليا، رغم كل الجهود الكبيره، جهود كبيره ومضنيه. لكن الاهم من هذا هو الوصول، الخدمات توصل الامدادات، بس مين يقوم، من هو الذي يقوم بالاستفاده من هذه الامدادات؟ يحتاج كادر صحي، يحتاج حوافز للكوادر الصحيه، يحتاج كهرباء، يحتاج ماء، يحتاج ميزانيه تشغيليه للمستشفيات. لذلك الان دبليو اتش او يعني حسبنا انه الحد الادنى هنالك 90 مستشفى في كل المناطق السودان، ولايات السودان، بالحد الادنى يراد لها هذه نقولها الحزمه المتكامله لتتمكن من تقديم الخدمات. والان احنا بس، لكن هذا يعني مع توفر الميزانيه، تتوفر ميزانيه ممكن نبدا ب 10 او 20 من هذه المؤسسات وهكذا. الحقيقة مرضى الأمراض المزمنة يعانون كثيرا، نعم. مرضى السكري، مرضى السرطان، مرضى نعم اللي يحتاجون غسيل كلوي. نعم نعم، أشكرك شكرا جزيلا، أعتذر للمقاطعة ولكن كانت معلومات مهمة جدا. شكرا لضيفي من بورت سودان ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان دكتور نعمة سعيد، وأيضا من بورت سودان الصحفي والناشط كان معي عوض الباري محمد طه. شكرا جزيلا لكما.